رئيس الجمهورية محمد عبد العزيز يعطي إشارة انطلاقة النسخة الثانية من طواف الساحل الدولي للدراجات، والذي تحتضنه موريتانيا في الفترة ما بين 19 و23 مارس الجاري، بمشاركة 15 فريقا يمثلون 10 دول من أوروبا وإفريقيا، وهو ما تعلق عليه السلطات الموريتانية آمالا كبيرة. قطاع الرياضة عانى لفترة طويلة من الإهمال والتهميش، وقد انصبت سياساتنا على النهوض به، وعلينا جميعا على مستوى الحكومة والاتحاديات والأندية والمجتمع المدني بذل كل ما في وسعنا من أجل الارتقاء بالرياضة الوطنية على جميع الأصعدة. وفي هذا الإطار يتنزل تنظيم النسخة الثانية من طواف الساحل الدولي للدراجات على التراب الوطني بما يعود به من نفع على الرياضة والسياحة في موريتانيا. النسخة الثانية من طواف الساحل للدراجات تشهد مشاركة 68 دراجا وقافلة تضم 180 شخصا، ويجوب هذا السباق ولايات نواكشوط الشمالية إنشيري أدرار وتيرس زمور، وقد ارتفع عدد المشاركين في هذا الطواف الدولي من 47 فريقا وخمس دول العام الماضي إلى 10 دول و68 فريقا هذا العام. هذا السباق اليوم يعدل على خمس مراحل. المرحلة الأولى اليوم من الملعب الأولمبي إلى مطار متونسي الدولي ومسافة 68 كيلومتر. غدا المرحلة الثانية إن شاء الله تعالى تكون من برجيمات لقجوجت 110 كيلوات، والمرحلة الثالثة اللي تعود من أوجفت يوم الخميس أوجفت أطار، والمرحلة الرابعة أطار شوم، والمرحلة الخامسة زويرات وقلب الغين في كان السيركوي في زويرات. موريتانيا التي شهدت في الأشهر الأخيرة توافد مئات السياح الأجانب بعد نزعها من قائمة البلدان ذات الخطر العالي، يرى متابعون أن احتضانها لهذا النوع من المنافسات وبهذا الكم من المشاركين ينعكس على السياحة في البلد، فضلا عن انعكاساته الإيجابية على الرياضة. عبد الله للنهي الساحل تي في نواكشوط.